مهمتي ورحنا بعزه وكرامه. اجي عندي المهم وبغيت عولدي مهمتي وبغيت واحد صبر على ولدي ويجبدوا لي. ما بغيت والو من الدنيا، باغي عوليدي عا نقيد على قبره باش نزوره. هادشي اللي بغيت، هادشي اللي بغيت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدي قناه شوف تيفي رجعنا عندكم مره اخرى اليوم. هاد الشاب هذا الله يرحمه ويسع عليه، انا راضي عليه. ماشي هو الاول مرضي. وماشي هو غيكون الاخير، هدي مرضي. حنا تنتمناو من السلطات انها تشوف هذا الشاطئ، انها دير علامه ديال التشويه. ولدي صلى وولدي حسن عاد هبط، ولدي عارف راسو باغي يموت، ولدي تصور مع خواتاتو، ولدي ما خرجت قال لي مالك الوالده اش خصك الوالده، قلت لي تجيب سلام وتجيب سلامه ولدي، راه ما قديش نحبسك ولدي. قال لي راه ما كنعومش امي كنلعبوا الكره. دابا هو مسكين مشى غيتشلل لعب الكره ومشى يتشلل. الله على ولدي. حنا مهمتي دابا ولدك الله يرحمه. الله على ولدي. حنا كنطالبوا من السلطات انها تحضر وانها تقلب على هاد الوليد هذا، تخرجوا باش تبرد النار ديال قلبه. وكنطالبوا ان هاد الشاطئ ما كانش هكا. واش هو دا هو شاطئ زناته اللي كنا كنعرفوا؟ واش هكا كان؟ راه ما كاين عباد الله، ما كاينش معزلي من البحر ديال زناته. هو معنا هاد السيد، اجي قرب عندنا شي نهضر معاك. اجي هضر معنا الله يجازيك بخير. انت من كنتي من الناس لا بغيناك تقول لينا هاد الشاطئ واش كان هكا. اختي الشاطئ هذا راه كان فيها متر ناجر واحد كان كيشد، غير خليني انا غنشد، كان كيشد من جيت جدارميه حتى النص ديال بالومه. متر ناجر واحد، دابا ان شاء الله عاودي راه شحال كاينين اختي، كاينين تقريبا شي 14 متر ناجر بوص واحد. لا واش كان مهمول بحال ما هكا؟ لا ما عمره ما تهمل البحر ديال زناته، كان دائما فيه الوقايه ديالو، فيه المتر ناجورات، فيه كاع المعدات ديال الوقايه كانت. شنو وقع عليه؟ هاد العام هذا ما شناش حنا المعدات ديال الوقايه المدنيه بتاتا، ما شفناهمش حنا كاع. البومبيه واش كيدوروا هنا كاع؟ وما كاينش علامات ديال التشوير عندكم؟ ما تعوموش هنا خطر، لا سيروا هنا، لا الرايه هذه حمراء هذه كحله، ما كاينش هذا الشيء. هذا هو الخطا الوحيد اللي دارت البومبيه هذا العام هذا، ما عطاتهمش المعدات ديالهم اللي هما باش غاديين يعنوا بهم المواطن يعرفوا واش ممنوع ولا ماشي ممنوع. هذا هو الخطا اللي دارت. تنشوفوا حنا ولاد هاد الدوار هما اللي تبارك الله عليهم، فين ما كيكون شي مشكله هما اللي كينزلوا، هما اللي كيغطسوا، هما اللي كيقلبوا، هما هاد الناس هما اللي حاضين هاد الشاطئ. دائما الدراري لا ولاد المنطقه ديال الدوار عندنا ولا ولاد الضو حجر الا كانوا هنا وكيكون شي نواي ضروري هما اللي كيكونوا هما الاولين كيجبدوه. دابا حاليا ما كاين لا معدات ديال الوقايه المدنيه، ما دايرين لهم لا بوي لا زودياك لا موطور جيتسكي لا ملاحظه ديال الوقايه المدنيه، ما كايناش بعدا. اول ردوا البال هاد البلاصه راه غرقوا فيها الناس، راها خطر. المهم غير يديروا المراقبه ديالهم، ربما تكون شويه الحرازه. وما ما كايناش لا معدات، راه بيان سير غادي بنادم غادي يغرق. بحكم انتم ولاد المنطقه وتبارك الله كنعرفوكم عوامه ولانكم كبرتوا في هذا البحر، واش هاد المنطقه خطيره للعومه؟ الانسان اللي ما كيعرفش يعوم، هي الانسان اللي ما كيعرفش يعوم. شنو تقولوا للناس اللي ما تيعرفوش ما عندهمش واحد الدرايه بالسباحه؟ يا اختي كاين البحر كاينين فيه ويدان، والانسان اللي ما عارفوش كيجي لهذاك الواد كيكون ما عارفش بيان سير. قولوها للناس مساكن المواطنين اللي ما عارفينش يردوا بالهم. كنعلموهم وكنوصيوهم للبلاصه اللي هي ممنوعه، كنرجعوهم منه يمشوا للبلاصه اللي هي سهله. ولكن اير فوا ملي كيكون الاقتدار ديال بنادم شحال قدك غادي تشوف، ضروري بنادم غيكون دري صغير ولا تكون مراه ولا غتكون دريه ما غاش يديها به المواطن ولا غيديها به حتى ذاك الوقايه المدني ما غاش يرد ليه البال. حيت علاش؟ اولا ما عندهمش بعدا المعدات ديال الوقايه المدنيه، بعدا ما حاطينهمش لهم هاد العام حنا ما شناهمش. كيدوروا الدراري بلا سيكيريتي بلا حتى شي حاجه ديال المعدات، ما كايناش. حنا هذاك الشيء علاش ولاو دابا المواطن سيفيل هو اللي ولا كيطر كيعوم كيغامر بحياته كيمشي باش يجبد. البارح بالليل ولا بالعشيه كيعوموا مساكن الدراري عريانين ما عندهمش حتى الكسوه باش غادي يعوموا. شحال قدو يعوم اختي مثلا كاع؟ وتنشكروهم وتنقولوا لهم ترفعوا لهم القبعه وتبارك الله عليهم وكنحييوهم على هذا العمل اللي كيقوموا به دائما. ماشي اول مره، راه شفنا فاش تقلبت زودياك، راه شفنا العديد من المرات هاد الغرقه اللي كيكونوا فقط اولاد هاد الدواوير اللي قريبه هما اللي كيقوموا ب والاخر هذا والاجال ديالو هو من حسن الحظ. ما تنتكلموش على اشوف اسيدي، كل من عليها فان، كل واحد كيفاش كيكتب لي الله. ولكن خصنا نديرو على المره الجايه، راه ناس اخرين مساكن ما تيعرفوش كيجيو باغيين يعوموا، خصهم يعرفوا هاد البلاصه خطر، خصنا يكون عندنا علامه تشوير، خصنا يكون عندنا الرايات، هاد البلاصه ممكن نعوموا فيها، هاد البلاصه. ديك الساعه المواطن اللي غامر براسو هو حر. تنديروا حنا اللي علينا وتنديروا القانون ديالنا، وديك الساعه على واحد المواطن كيعرف راسه ان عوام هو حر يدخل. ولكن باش نخلي انا واحد الشاطئ ما فيه حتى حاجه
غيجي اي واحد غادي يعوم، ما غاديش يعرف راسو فين غادي فين غيحط رجليه الا ما تلاقاكش انت ولا الاخر ولا الاخر، الا ما غاديش نتايا غادي تنصحو ما غيعرفش، غيجي وغادي يعوم، غيلقى واد ما غيعرفش يعوم فيه. السلام عليكم. شنو كيجيك الهالك اسيدي؟ ولد خالتي. ولد خالتك، البركه في راسكم. ما يمشي معك باش اختي، باقي ما لقيتوش من البارح. من البارح. شنو ممكن تقول لنا في هذه الفاجعه هذه؟ نقول لك هذا الشيء اللي قال هذا السيد هو اللي خاصو يكون، ما كاين لا علامات تشوير، ما كاين لا حراسه، ما كاين، راه ممكن نجي انا ويجي الاخر ويجي الاخر، يقدر يوقع لي نفس الطريقه اللي وقعت لهذا السيد. لا اله الا الله. شحال غرقوا ديال الناس هذا الصيف هذا؟ اخت زناته. الدري 30 عام في العمر ديالو، 30 سنه ديالو. من سكان منطقة الهراويين. أييه الهراويين. الله يرحمه مسكين ويصور، الله يرحمه ويصبر الأهل ديالو. واخا الشريف، واخا واخا. شحال غرقوا ديال الناس هذا الصيف؟ أختي هنايا الحمد لله واخا كاينين المنقذين، واخا كانوا كيغرقوا الدراري وداك الشيء، كاينين الدراري كيعتقوهم كيجبدوهم. يعني كان يعني الغرق لولا لطف الله ولطف جاو هاد الدراري يعتقوهم. هذا الأجل ديالو من الحظ ديالو، الله بغاه ما كان حتى شي واحد. ما كنتوش حاضرين البارح؟ ما كناش حاضرين، ما كان شي واحد بالدراري اللي كانوا كيعوموا وداك الشيء. طلعت انا نيت بنفسي كنجري هنا بالدوار كنقلب على الدراري اللي يعوموا، ما لقيتش. لقيت واحد يلا مسكين كيعوم داك الجهد ديالو، هو مشى شد وتكافح. مسكين كان معرض انه يقدر يغرق. معرض كان غيمشي حتى هو، راه شدوا الدار، مع جات واحد الموجه ضرباتهم فركتاتهم بجوج، صافي هرب ليه مشى. ملي هود مشى ليه بقى هو بوحدو، بقى غامر حتى خرج الراس. شحال من واحد كيدخل يعتق شي واحد وكيمشي حتى هو، العديد من الناس. بنادم الى عيا ولا لا شدوا شي كلاكاج راه غادي يمشي، راه البحر هذا شكون اللي غادي يثيق فيه اختي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، البحر راه جند من جنود الله سبحانه وتعالى. الله تعالى البحر يخرج لهم هاد السيدة هذه، يمشيو يدفنوا هاد العائلة ديالهم. هاهما ترتاح الأم وقلبها. شوف كيفاش كيفاش من هنا، راه بيتين الليل كامل وحنا بيتين كنتقلبوا. ما واكلين ما شاربين ما لابسين ما، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناة شوف تي في كيف ما سبقنا وأشرنا، هاد السيد راه مات الله يرحمه، هو والعديد من الأشخاص. تنعاودوا نشكروا الشباب ديال هاد الدواوير اللي مجاوره لهاد البحر، اللي دائما كنجيو في شي غرق تلقاهم هما الاولين، هما الاولين تلقاهم تيخاطروا هما بحياتهم وتيدخلوا مساكن وكيدخلوا عريانين، الدراري صغار شباب حتى رجال كبار. تنشكروهم وتنتمناو من السلطات بهذه المنطقه انها تنظر، لان عيب وعار ان هذا من كان من احسن الشواطئ بمدينه الدار البيضاء. كانوا كيجيو عائلات كيريحوا في عائلات، تهمل بواحد الطريقه صراحه عشوائيه، اصبح مرتع للازبال. هاد البحر هذا راه تياكلوا فيه الناس طرف ديال الخبز، راه هاد الساكنه المجاوره كلها عايشه من هاد البحر هذا، راه رزقهم من هاد البحر، راه لما بقاش هذا راه هاد الناس غتموت بالجوع. كنتمناو اننا نلقاو ناس اللي تصلح هاد المنطقه، واننا نقننوا هاد الشاطئ، وان يكونوا فيه بزاف ديال المسائل، لان بصراحه بلادنا من اجمل البلدان، ولكن للاسف الشديد للاسف الشديد بعض المسؤولين الله يهديهم والله اش غنقول، الله يهديهم والله يسمح ليهم، تيهملوا بعض، كيهملوا بزاف ديال المناطق، كتولي صراحه ملي كتجي ليها قلبك تيضرك. غنختم معكم هذا المباشر مشاهدي قناه شوف تي في، الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.